السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من منارات. لن نبدأها كما عودناكم بالعناوين، فالعنوان الأبرز هو وفاة شيخنا وإمامنا الإمام يوسف القرضاوي رحمة الله تعالى عليه. أما في حديثنا اليوم فسيكون في فقرات متنوعة حول الإمام وجهوده التي قدمها، سواء كان في العمل المؤسسي، في العمل الخيري، ماذا عن أهم الأخبار المتعلقة. تواجد الإمام القرضاوي في عدد غير قليل كما تعلمون من المجالس والمراكز والمؤسسات العلمية والدعوية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، رغم اعتذاره من عدم قبول العضوية في أحيان كثيرة لضيق وقته حينها وكثرة أعبائه. وللدكتور القرضاوي اهتمام خاص بالعمل الاجتماعي والخيري، وهو يعيب على الحركة الإسلامية كما كان رحمه الله، وعلى الصحوة الإسلامية استغراقها في العمل السياسي الذي يستهلك جل طاقته إن لم يكن كلها، وإغفالها للعمل الاجتماعي الذي أتقنه خصوم الدعوة الإسلامية كما كان ذلك من أقواله. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المؤسسات التي أسسها وشارك في تأسيسها وحضر فيها فضيلة شيخنا العلامة الإمام الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله تعالى عليه. طبعا كما تابعتم في الأيام الماضية حصل هناك العديد من مجالس العزاء للشيخ القرضاوي، وصلي عليه في العديد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها في أصقاع الأرض جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويرحمه في واسع رحمته. طبعا الشيخ القرضاوي كما تعلمون كان له جهد كبير في العمل الإسلامي، سواء كان على المستوى الدعوي أو على المستوى الخيري أو على مستوى تأسيس كذلك الأمر البنوك والتجديد في تلك المعالم التي اتضحت لدى الجميع. كان الشيخ رحمة الله عليه مهتما في العمل المؤسسي، وهذا ما ميزه عن غيره كما تابعتم قبل قليل يعني الأهم المؤسسات التي شارك في تأسيسها رحمة الله عليه، وكان من بينها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك الأمر كان من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء إسلام أونلاين كما تعلمون، كذلك الأمر يعني هذه المؤسسات وغيرها كانت مثمرة
للعمل الدعوي والإسلامي أيما إثمار. أريد أن أنتقل إليكم مشاهدينا. طبعا تابعنا وتابعتم التعازي التي قدمت بفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. أنتم ماذا تقولون الآن الذين يتابعوننا على البث المباشر؟ بإمكانكم من خلال تعليقاتكم أن نشارك بعضنا كذلك الأمر في التعازي، وماذا تقولون في رحيل الشيخ يوسف القرضاوي؟ هناك قضية ربما تطرح للنقاش الآن، من سيكون خلفا له؟ فالساحة كما يقولون فارغة، لكن هناك الكثير من العلماء الذين انتهجوا نهج الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من العلماء الذين قدموا للأمة الإسلامية. هذا الموضوع يطرح بكثرة. طبعا علاء يقول رحمه الله وأحسن إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عزاءكم أخي الكريم. في حلقتنا اليوم ستجدون أن الهلال الأحمر القطري يعلن عن مشروع في اليمن وفاء للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وهناك بشرى سارة لتلامذتي ومحبي الإمام القرضاوي، قريبا صدور الموسوعة الكاملة لأعماله رحمة الله تعالى عليه. هذه الفقرات ستكون في هذه الحلقة من برنامجكم منارات، والتي يسعدنا أن تكونوا فيها تتابعونا وتكونوا معنا في هذه الحلقة. طبعا العديد من العلماء الذين حضروا جنازة الشيخ القرضاوي كذلك الأمر شاركوا في التعزية، ومن بينهم فضيلة شيخنا الدكتور جمال عبد الستار وهو الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة. سيحدثنا عن الشيخ القرضاوي كذلك الأمر، سيحدثنا عن العمل المؤسسي الذي تميز به الشيخ القرضاوي رحمة الله تعالى عليه. فضيلة الدكتور جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجركم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شيخنا في رحمته ويحسن عزاءكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عزاءنا وعزاءكم وعزاء الأمة. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يكن مجرد عالم من العلماء مضى قضى ما عليه ثم انصرف، فلكننا حينما نتحدث عن الشيخ رحمه الله إنما نتحدث عن حصن من حصون الإسلام ووتد من أوتاد الأرض. فالمسلمون في مصاب كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا وأن يعوضهم خيرا وأن يخلف الأمة خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين. فضيل الدكتور جمال، يعني تعلمنا منكم أن هناك مرتكزات خمس ربما تحدثتم فيها كذلك الأمر في العزاء بالأمس، وقبلها كان لي السبق يعني بناء هذه المرتكزات معكم في برامجنا. أريد هنا أن أتوقف عند نقطة دائما تكررها وتقول أن الشيخ تميز بها، هي العمل المؤسسي. ماذا نعني بادئ الأمر بالعمل المؤسسي في هذا الإطار، وكيف تميز به الإمام القرضاوي رحمة الله تعالى عليه؟ جزاك الله خير وأحسن الله إليك. العمل المؤسسي هو أحوج ما تكون إليه الأمة وأحوج ما يكون إليه العلماء الآن. فالشيخ رحمه الله لم يكن يدور حول نفسه، وإذا دار العالم حول نفسه لا يمكن أن يكون إماما ولا يمكن أن ينجح، لأنه إذا دار حول نفسه إنما تمرض الدعوة بمرضه وتموت الدعوة بموته وتضل الدعوة إذا ضل. ولكن العمل المؤسسي هو أن يصنع مجموعة من التلاميذ في العالم يحملون الفكرة ويعيشون بها، أن يترك تراثا فكريا ضخما يتحرك به، أن يصنع مؤسسات علمائية ودعوية وتربوية وفقهية في الأمة تقوم فتنبت نباتا مزهرا حتى بعد موته. ولذلك ربما تميز الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة بأنهم كانوا أصحاب عمل مؤسسي، عندهم منهجية تعليمية وفكرية وبشرية استطاعت أن تقوم بفكرهم وبعلمهم بعد موتهم، فكانوا أضوى وكانوا أبقى وكانوا أخلد. وكان الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى كان نموذجا فريدا في هذا التوقيت،
فكان دائما يحاول أن يبني المؤسسات، لم يبقى فقط يبقى عند علمه وعند محاضراته وندواته، ولكنه في الجانب العملي كان يشتغل في المؤسسات، وليست المؤسسات الربحية ولا البحث عن وجاهة ولا البحث عن مكانة، إنما تحدث عن مؤسسية بمعناها المؤسسات التي ترفع راية الإسلام، لا ترفع فقط مسمى الشيخ أو السيرة الذاتية للشيخ أو صوت الشيخ، وهذا وباء للأسف الشديد يبتلى به العمل الدعوي، ولكن تفرد الشيخ بأنه عمل مؤسسي. ولا أعتقد أن عملا مؤسسيا في الأمة الإسلامية بعد إسقاط الخلافة وقيام الحركة الإسلامية في فترة من بدايتها أن حافظت على هوية الأمة وحركتها كان أفضل ولا أقوم ولا يعني أنجع للأمة من فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فهنالك كانت المؤسسية لصناعة مرجعية إسلامية للأمة عالمية، وليست شخصية، بل تعدت هذه الفكرة المؤسسية العالمية حتى تعدت المذهبية، فكان في حتى بعض المنتسبين لمذاهب ربما يحدث معنا خلاف كبير فيها، ولكنه احتوى جزء من هؤلاء في وقت من الأوقات. فكان الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين كان إنما انطلاقة فتية للعمل الإسلامي وللدعوة الإسلامية ولصناعة المرجعية، وهو من الأفكار الملهمة في العصر الحاضر، ربما يحتاج إلى بعض التقويمات أو الإعدادات أو التجديدات، ولكنه كفكرة وكمنهج عمل وكبداية انطلاق كان من أعظم الأفكار. لم جميل. يترك الغرب والمسلمين في الغرب وحيدين تجاه المستحدثات والمستجدات الفقهية والعلمية، ولكنه أغاثهم، لم يغثهم بنفسه ولا بمجرد شخصه ولا برمزيته ولا موقعه، ولكنه أغاثهم بمؤسسة فقهية إلى الآن تنتج علما وتنتج فقها وتغيث الناس في مجال الفتوى. فكان المجلس الأوروبي للإفتاء الذي قام بدور كبير في ترشيد الفكر الإسلامي والمنهجية الإسلامية، وأصبح مرجعية إسلامية حقيقية في جميل. الغرب بأسره، وتلك من زروع وغرس فضيلة الإمام رحمه الله تعالى. وقبل كل الناس وقبل أن يتحدث الناس عن وسائل التواصل وآثر وسائل التواصل، كان نبيهم رحمه الله ذكيا مبادرا رحمه الله، فكان أول من أنشأ موقعا للفتوى والأخبار الإسلامية في والمفاهيم اسلام الإسلامية، اونلاين. وكان إسلام أونلاين وقتها كان بداية رائعة رقية، كان العالم في كل مكان يدخل إليه ليبحث عن فتوى ويبحث عن خبر إسلامي والمعلومات الإسلامية، طيب وكثيرة تلك جميل. المؤسسات قام لله. هذه المؤسسات وغيرها فضيلة الدكتور يعني ربما تجعلنا نتوقف عند فكر الإمام في تأسيس هذه المؤسسات، والتي كانت ربما لا تخطر على بال أحد، فضلا إن خطرت فإنها ربما تلقى معارضة من الجميع في حينها، إلا أنها اليوم محط فخر للإمام القرضاوي. يعني مثل المؤسسات التي يعني قام بتأسيسها، مثل الفتاوى التي أصدرها، كثير من الناس تراجعوا عن ذمهم للشيخ رحمة الله عليه بعد أن فقهوا، بعد أن وصلوا لدرجة ربما استطاعوا أن يستوعبوا، إذا قلنا بالعامية عليه. هذه المؤسسات ماذا أنتجت وما هي ثمارها؟ جزاك الله خيرا. أولا النقطة التي تحدثت عنها وهي من الأهمية في المكان، أنه ما كان للشيخ أن ينجح في صناعة تلك المؤسسات وغيرها إلا بقوة عظيمة، همة عالية جعلته يتخطى العقبات البشرية والعقبات الاقتصادية والعقبات السياسية، وكان يتسم بهمة عالية يعني تفرد بها عن الجميع رحمه الله تعالى، وكان كذلك يتمتع بوسطية فكرية واتساع صدر للمخالف، فكان يحتوي الجميع. ولولا هذه الصفات ما استطاع أن يؤسس تلك المؤسسات في هذه الظروف الصعبة. ودعني أؤكد على معنى آخر، لا يغيب عن أحد أن الشيخ حينما نبت بعد أن خرج من مصر نبت في بيئة خليجية لها مدرسة فقهية معينة، وكان الطوفان فيها عالي وتيارها عالي جدا، ولم يدفع ذلك الشيخ أن يتماهى مع تلك الشدة أو الغلو أحيانا كثيرة أو التيارات العامة التي تطلبها البيئة التي كان يحيا فيها، ولكنه تفرد
بأن حمل رسالة الوسطية فلم يذهب أبدا إلى التماهي مع الموجود، ولم يرجع كذلك أيضا إلى الإفراط، ولكنه حمل الوسطية مع شدة الضغط الذي كان موجودا. النقطة الأخيرة في سؤالك يا أخي الكريم، ما هي آثار تلك المؤسسات؟ لا يزال حتى يومنا هذا المجلس الأوروبي للإفتاء مرجعية أوروبية في الفتوى، وأعظم ما تحتاج إليه الأمة الآن في وسط هذه التيارات الوفيدة من كل حدب وصوب، إنما يحتاجون الفتوى، إنما يتشوقون إلى الفتوى. بل حتى البرامج التي نعرفها في وسائل الإعلام نجد أن الفتوى عليها ازدحام كبير، حتى للأسف الشديد أحيانا كثيرة بعض الذين يتصدرون الفتوى ليسوا أهلا لذلك، لكن المجلس الأوروبي للإفتاء نجح وأحدث أثرا كبيرا وأصبح مرجعية في أوروبا لا تخفى على أحد. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نعم الشيخ ربما ترك رئاسته منذ فترة تقريبا حوالي 4 سنوات تقريبا، ولكنه يحتوي أكبر كم من أكبر قدر من العلماء الآن يتأهبون لقومة جديدة، لبعثة جديدة، لوفاء بعهد الشيخ أن يقوموا بالمفاهيم التي من أجلها قام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ويحدثون حراكا جديدا يتمنى بإذن الله تعالى أن يكون انطلاقة فتية وميلادا جديدا لفكر الشيخ ومنهجية الشيخ وحمل هذه الرسالة العلمية. ثم الأعظم من كل ذلك يا فتح، الأعظم من كل ذلك أن الشيخ زرع تلاميذ في كل أقطار العالم نعم بكل اللغات وبكل اللهجات، فما من شيخ في مسجد أو إمام في زاوية في أي بقعة على وجه الأرض إلا استفاد من علم الشيخ وفهم الشيخ بأي لغة كانت. فالشيخ أوصل الله تعالى رسالته إلى أهل الأرض جميعا بكل اللغات، وتلك أيضا من المؤسسية التي ربما لم يخطط لها الشيخ، ولكنها كانت من نتائج عمله المبارك لأنه صدق في عمله. هل شكلت هذه المؤسسية هذا العمل المؤسسي له في حياته وحتى بعد وفاته أعداء يحاربونه يقفون بوجه فكره؟ الإمام الرازي رحمه الله كان له تعبير جميل، لأنه الإمام الرازي مع أنه الإمام فخر الدين الرازي، وكان يعني متميزا عن كل أقرانه وسيظل نجما في سماء العلم والعلماء، مع ذلك كانت الفرق والمذاهب والتيارات تحاربه ويعني ترميه بكل نقيصة، حتى إن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في سنة 606 هجرية لما مات أوصى أن يعني أن يخفى قبره حتى لا ينبشه العامة أو ينبشه أصحاب الفرق والمذاهب الذين يحاربونه، وكان يقول: والمرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزق فيه حين يفتقد. يعظم الناس سيعرفون قيمة الشيخ القرضاوي، ستعرف الأمة قيمة الشيخ القرضاوي، ومتى كان هناك من الناس من نجح فيما لم ينجح فيه أحد، وشق طريقا لم يشق فيه أحد من قبل طرقا، وسلك طريق الإصلاح والصلاح. وتعرف أخي الحبيب أن الناس ربما يحبون الرجل الصالح ولكنهم يعادون المصلح، فالمصلح لا تقبله أكثر المؤسسات ولا الهيئات ولا التنظيمات ولا الأفراد، ولذلك المصلح دائما تجد عنده مشكلة مع كثير من الناس الذين لا يريدون صلاحا ولا إصلاحا. وبالتالي لما نجح الشيخ رحمه الله تعالى في تأسيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، كانت هناك تيارات تصنع هنا وهناك، كانت هناك مذاهب تصنع، كانت هناك أفكار مصنوعة لها لباس سياسي معين أريد لها أن تنتشر بطريقة معينة، كانت تصنع هنا وهناك وتملأ الآفاق، وكانت ترى أن يعني انطلاقة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ونجاح منهجية الشيخ القرضاوي إنما ربما ينقص من البالونة الكبيرة الهوائية التي ملأوا بها الدنيا، نعم ولكن علم الشيخ والذي بقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم واجه أنظمة تحدته، وواجه أفراد ينتسبون إلى الأنظمة وتيارات تحدته، وواجه مبغضين من مذاهب شتى ضالة مضلة هاجمته وافترت عليه كذبا، وهذا هو طريق الأنبياء. والله تعالى جعل من قوانين القرآن في قوانين الدعوة شياطين الدعوة، شياطين الدعوة في طريق الدعوة دائما نعم كما قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي، وكذلك جعلنا لكل من سار على منهج النبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، لأنه سلك طريق الأنبياء كان لابد من شياطين الدعوة من شياطين الإنس والجن أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولكن متى كان زخرف القول يذهب الحق ويذهب العمل ويذهب الدعوة ويذهب البناء ويذهب الصدق؟ والله تعالى وعد في قوانين القرآن: فأما الزبد فيذهب نفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بارك الله بكم، عظم الله أجركم وشكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فقيدنا وفقيدكم في واسع رحمته، ويجمعنا معه في ظلال عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور جمال بارك عبد الله الستار. فيكم، جزاك الله. مشاهدينا الكرام، سننتقل الآن لنرحب بضيفنا الدكتور أكرم كساب، وهو الداعية الإسلامي المعروف والقريب من الإمام القرضاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورنا الحبيب، عظم الله أجركم، نسأل الله سبحانه عليكم السلام وتعالى ورحمة الله. أن يحسن عزاءكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصبر الأمة وأن يصبر أحبابه وأولاده وأحفاده وتلامذته، وأن يجعل هذا المصاب يعني في ميزان الحسنات إن شاء الله تعالى، كما أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله جل وعلا أن يعوضنا خيرا على ما ابتلانا به، وأن يغفر الله جل وعلا لشيخنا وإمامنا وحبيبنا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. آمين. فضيل الدكتور، يعني أنت كنت في صحبة ملازمة للشيخ لسنوات، يعني ليس يوم أو يومين كما يقال، فاطلعتم ربما على بعض الملفات التي كان يؤسسها، على بعض المجالس التي كان يديرها، على بعض الهيئات التي كان متواجدا فيها. طبعا الدكتور جمال عبد الستار في بداية هذه الحلقة حدثنا قليلا عن العمل المؤسسي ودور الشيخ القرضاوي، ومن بعدها يعني أيضا دكتور عائش حدثنا عن المشروع الذي قدم الآن من قبل الهلال الأحمر القطري وفاء للشيخ القرضاوي على ما قدمه في الجانب الخيري، وكذلك الأمر جهوده في الأمة الإسلامية. أريد هنا أن أتوقف عند نقطة العمل المؤسسي. الشيخ لماذا كان يبادر في التأسيس، في المشاركات في المؤسسات، رغم أنها تغيب عن كثير من علماء الأمة هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. أولا، هي هذه الفكرة يعني ترجع إلى عدة أمور، من أبرزها طبيعة الدين الذي يؤمن به الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه، أو كان يؤمن به. طبيعة الإسلام، الإسلام هكذا، الإسلام باعتبار أنه دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دين ودولة وحكومة وأمة، وهو خلق ودعوة أو جهاد وفكرة، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، كما أنه عقيدة سليمة وعبادة صحيحة سواء بسواء. هكذا هو الإسلام، هكذا الإسلام الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام الذي قال الله جل وعلا عنه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه كان يؤمن بالإسلام المحمدي، الإسلام الشامل الذي جاء به النبي المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي لم يكن من هذا الإيمان مجرد إيمان نظري كتبه الشيخ أو سطر عنه الشيخ في كتاباته أو تحدث عنه الشيخ في محاضراته ومناظراته وبرامجه، أبدا، وإنما استطاع الشيخ أن يترجم هذه الكلمات النظرية إلى واقع، وبالتالي أصبح الشيخ مهموم بواقع الأمة الذي يحتاج إلى العالم المفكر، ويحتاج إلى الخطيب المفوه، ويحتاج إلى الحركي المنظر، ويحتاج كذلك إلى العامل الذي يضرب في كل غنيمة بسقم، وفي كل ميدان من ميادين العمل لابد أن يكون موجودا فيه. والأمر الآخر، وهو إني
واقع الأمة الذي عاشره الشيخ، وكما لا يخفى عليك بأن الشيخ ولد سنة 26 9 9 26، وبالتاريخ الهجري ولد الشيخ رحمة الله عليه في 2 ربيع الأول سنة 1345، فبالتالي هو عاش مآسي هذه الأمة، بداية من نكبة فلسطين، وعاش الشيخ رحمة الله عليه مآسي المسلمين في أفغانستان، اي نعم وعاش مآسي المسلمين في كشمير وفي الهند وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن، كل هذه يعني في كل مكان. وبالتالي كان حريصا بالشيخ أن يحاول أن يلملم جراحات هذه الأمة، وهذا لا يكون بالكلام كما ذكرت، وإنما كان واجبا على الشيخ أن يترجم هذا الكلام إلى مؤسسات وإلى أعمال وإلى برامج وإلى يعني أشياء واقعية يراها الناس أمام أعينهم وليست مجرد كلمات تقال. جميل جميل جدا. ما هي الصعوبات التي كانت تواجه الشيخ في مرحلة التأسيس؟ ربما تواجه أي إنسان، ولكن بحكم أن الشيخ القرضاوي ربما كان إماما في هذا الطريق، فقد تطرأ عليه صعوبات مخفية كما يقال. هو هناك ثلاث صعوبات أساسية كانت تعترض الشيخ، بعضها يعني يعترض أي إنسان يحاول أن يكون له دور في العمل المؤسسي والعمل الدعوي، وبعضها ربما تتعلق بشخصه هو. أما ما يتعلق بالأمر العام، فأنت في أي عمل من الأعمال تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى كوادر، تحتاج إلى شخصيات تحمل هذا الهم وتحمل يعني نفس المشروع، أو بمعنى أدق نفس الفكرة. فهذا عادة في كثير من الأوقات كان هذا يحتاج يعني إلى دقة الاختيار والانتقاء من الشيخ، يحتاج إلى من إلى الأعمدة الأساسية التي تحمل هذا المشروع والتي تقوم به وتساعد الشيخ في هذا الأمر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كل مشروع من المشروعات هو يحتاج أيضا إلى يعني بجوار العلم والتخصص وبجوار الرجال، هو يحتاج إلى مال، كما قال الشاعر قديما: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإخلال. فبالتالي كان يحتاج إلى مال، يحتاج إلى من يدعم، يحتاج إلى من يدفع، يحتاج إلى أناس يعني يضحون بأموالهم كما يضحي هو بوقته وجهده وفكره، وكما يضحي العلماء بأوقاتهم وأفكارهم وعلمهم. جميل. هذه نقطة، هذا هو يعني الأمر الثاني. الأمر الثالث هي قضية الوقت عند فضيلة الشيخ. قضية الوقت كان شيء يعني أساسي. الشيخ رحمة الله عليه يعني كان يحمل هم أمة، كان يحمل هم المسلمين في بلاد الوقواق كما يقال، وكان مع المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي البوسنة وفي كشمير، في كل هذه الديار كان معهم بقلبه، بلسانه، بقلمه، بكتاباته، بخطبه، بمحاضراته، وأيضا كذلك بالعمل المؤسسي. فكان الشيخ عادة يعني الوقت يشغله، كيف يستطيع أن يوزع وقته على هذه الأعمال وهو العالم والفقيه والمفتي، حركات الإسلامية تسأله، والناس في شرق وفي غرب يعودون إليه. فكان قضية الوقت، أنا أذكر في يوم من الأيام كان أحد المشروعات الشيخ يعني يرتب له وينسق له، وكان هناك تواصل مع أحد الإخوة يعني في هذا الأمر، وهو رجل مفكر، فكان الشيخ رحمة الله عليه كلفني بأن أتابع معه. أذكر جيدا كلماته رحمة الله عليه، وهو يسألني: ماذا فعلت في كذا، وإلى أين ذهب هذا الموضوع، ومتى سننتهي من هذا الأمر؟ فأخبرته بما أخبرته، يعني فقال منفعلا: يا أخ أكرم، أنا أصارع الزمن. كلمة أصارع الزمن هذه كلمة تحتاج إلى وقفات، وتحتاج إلى وقفات، لأن الشيخ لو أنه كان صاحب يعني مشروع واحد لكفى، لكن الشيخ ما شاء الله كان صاحب مشروعات ومشروعات ومشروعات. أضف طيب إلى ذلك هي قضية الموافقات التي تأتي أحيانا على مثل هذه المشروعات، وبالتالي أحيانا قد تكون لديه المشروعات لكنه يعجز عن القيام بمثل هذه المشروعات، نظرا لأن بعض الدول ربما لا تفكر أو لا تريد مثل هذه المشروعات، حفاظا على مكانتها أو حفاظا على هيبتها، أو هي لا تريد كما يقال وجع الرأس. ولذلك طيب المشروع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يجد الشيخ يوسف القرضاوي بلدا تحتضن إنشاءه، فأنشأه الشيخ في أوروبا، ولم يتم إنشاؤه في داخل أي دولة عربية. جميل دكتور، أريد أن أسألك على الموقف الشخصي بينك وبين الشيخ يوسف قرضاوي.
يعني ربما تبادر إلى ذهنك الآن كثير من المواقف، لكن أنا أريد أن تذكر لنا موقفا شخصيا أحببته من الشيخ، أو كان مؤثرا عندك في شخصيتك، في قلبك، في ربما طريقة تفكيرك كذلك الأمر. والله يا اخي الحبيب، اولا على في جانب التفكير، انا الحمد لله الفضل والمنه عملت مع الشيخ قرابه 5 سنوات، ثم بعد ذلك لم تنقطع الصله عندما يعني تركت العمل مع الشيخ كمدير لمكتبه ومرافق له وسكرتير علمي، تركت العمل معه، لكن بعد ذلك ما زلت مصاحبا له، اغدو اليه واروح اليه واتعلم من علمه واتلقى من كتبه، اي نعم، وبعد ان انتهيت من العمل معه كذلك يعني انا حاورته في 60 حلقة، يعني كانت تحت عنوان الشريعة فقه الحياة، كانت تحت عنوان فقه الحياة، 30 حلقة بثت 30 منها من هذه 60، 30 ما على شاء الله. قناة اقرأ و30 حلقة أيضا كانت على قناة اسمها أنا، كانت تابعة لإسلام أونلاين. أما الموقف الشخصي فأنا أقول، أولا الشيخ رحمة الله عليه كنا إذا جلسنا معه في كثير من الأوقات إذا صلينا الظهر يسأل الشيخ، عادة أحيانا من الممكن أن يتحدث، أن يقول كلمة خفيفة، وأحيانا يسأل سؤال، يسأل عن الواقع، وأحيانا يقول هل من يعني من معلومات عند أحد منكم من عنده شيء يعلمنا، وكان الشيخ على هذا الحال. أنا سأذكر شيئا عجيبا تذكرته الآن ونحن نسجل في برنامج فقه الحياة، في أحد الموضوعات الطبية تتعلق بالأمور الطبية سألت الشيخ وقلت له شيخنا الكريم، هو البرنامج كنا نسجله، ففي الفقرة التي يعني الاستراحة في الوسط، يعني ناخذ كده باعتبار أن البرنامج يبث على فقرتين، قال لي نعم. ماذا تبقى من الأسئلة؟ قلت تبقى له سؤال كذا وكذا وكذا، قال أما سؤال كذا فده لا تسألني فيه، فقلت له لماذا؟ قال لا ما زلت حتى الآن لم أكون رأيا فيه، لسه المسألة يعني لم تتضح عندي، لا أي نعم. أستطيع أن أقول فيه قولا صريحا لسه. قلت له تو لماذا؟ لماذا يعني نقول يعني نحذف هذا السؤال؟ أسألك فيه، وبعد أن أسألك فيه تقول لي لا أعلم، ونعلم الناس أن يعني على العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. أي نعم. قال لي، فقال لي شايف كده أخي؟ قلت له نعم شايف كده. قال خلاص توكلنا على الله. فبدأنا في الحوار وسألته السؤال، فقال لي والله أنا ما زلت حتى هذه اللحظة لم أكون رأيا فيه. فقلت له أنت يوسف القرضاوي بعلمه وفكره وهذا العطاء العلمي تقول في مسألة لا أدري؟ فهو يعني كان لم نكن متفقين على هذا، يعني أقول لا أدري وخلاص. فأنا أردت يعني أن أستخرج من داخلي أشياء وأشياء، فقال وما لي لا أقول لا أدري وقد قالها من هو خير مني، ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، ألم يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري؟ اي قلت نعم. هذا ما أريد. بعد أن انتهينا قلت أنا كنت أريد فعلا أن يكون هذا الأمر واضح أمام الناس من الدعاة والعلماء والفقهاء والمفتين، أن يقول الواحد منهم في لحظة عدم العلم أن يقول لا أعلم أو أن يقول لا أدري. بارك الله بارك بكم، الله عظم بكم. الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، وشكرا جزيلا لكم دكتور أكرم كساب لوجودكم معنا في هذه الحلقة من منارات، أشكركم جزيل الشكر.